وهم يغنون له لم يدر في خلدهم أن يأتي اليوم الذي لا يستطيعون فيه حتى رؤية جسده الذي عذب في السجن. 70 يوما هي الفاصل بين يوم زفاف وليد الإبين في منطقة الجراف بصنعاء وبين اليوم الذي أخذته ميليشيا الحوثي من ذات المكان إلى أحد سجونها، وهناك تم تصفيته بعد تعذيبه والتحقيق معه. ووفقا لأحد أفراد أسرته والذي تحدث في اتصال لقناة بلقيس، فقد تاهوا وهم يبحثون في المدينة ولم يتمكنوا حتى من العثور على إجابات لأسئلتهم. فنتفاجأ أن البحث الجنائي الضباط يقول لنا روح اسألوا على صاحبكم في في السجن حق الحوثيين وخلوه يبلغوكم إيش اللي حصل. رحنا بنسألهم إيش اللي حاصل، إيش اللي إيش فيه. في البداية أنكروا وجوده بنفس الآلية، لما قلنا لهم الرجال قالوا صاحبكم قتل نفسه، انتحر في وسط السجن. كيف انتحر في وسط السجن؟ قالوا بالمسدس. هل هذا يعقل؟ هل لم تحدث في تاريخ انه معتقل عندك في وسط السجن يقتل نفسه بمسدس بسلاح ناري بطلق في الرأس؟ وبينما كانت منظمة هيومن رايتس واتش تقول ان على السلطات صنعاء الشروع فورا في اطلاق سراح المحتجزين تعسفا، كانت ميليشيا الحوثي تقتل احدهم وتمنع ان تصل اعين اقاربه لرؤيته. وحسب المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، فإن الحوثيين والسلطات الأخرى قد احتجزوا تعسفا وعذبوا وأخفوا قسرا عددا كبيرا من الخصوم قدرتهم المنظمة ب3760. المنظمة التي فشلت للعام الثاني على التوالي في محاولتها زيارة سجون الحوثيين قالت أيضا أن على السلطات إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي إليهم وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائيا. لكن هذه المطالب التي أوردتها المنظمة لم تطرح للمرة الأولى، بل سبق وأن وجهت، لكن المعذبين والمقتولين في السجون ما زالوا في ازدياد.